اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ صحيحه لاباس، الامور بخير، نتمنى انكم تكونوا مزيانين. مرحبا بكم معايا اليوم في القناه. اليوم فيديو جديد وصفه جديده بالنسبه للناس اللي اول مره كتشوفني على القناه. ما تنساوش تابونا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. وشكرا للناس اللي عندي في القناه، كنبغي نقول لهم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى لي لايك اللي كتخليو لي ولي كومونتير زوينين اللي كتخليو لي. كنبغي نقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف. المهم البنات، اليوم غادي نوجد معاكم واحد سيجار راه كيجيو بنان وزوينين بزاف وكيبغيوهم الوليدات، بحكم ان الوليدات كاين بعض الوليدات ما كياكلوناش الخضره. مني كنديروهم هكا في السيجار ولا شي حاجه راه كياكلوهم. المهم غادي ندوزو نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو البنات هنايا البصله عندي هنايا مشلضه، غنحتاجو هنايا فلا خضره وحمراء حتى هي مشلضه، غنحتاجو القرعه محكوكه، وغنحتاجو البنات الخيزو حتى هو محكوك. عندنا هنايا البنات الرز، انا هنايا راه سالقه في شويه ديال الملحه. هذا الرز بيض، يمكن لكم تستعملوا اي رز عندكم ماشي مشكل. يلا هالبنات ندوزو نحضروا انا وياكم المكونات. كناخذوا البنات هنايا مقيله كنديروا فيها الزيت، كنشعلوا عليها ونديروها تسخن ونديروا فيها الزيت. غنضيفوا عليها البصله، كنديروا البنات هنايا البصله تشحر لينا، نديروا لها شويه ديال الملح وشويه ديال البهار، شويه ديال الملح، نضيفوا شويه ديال البزار، نخلطوهم، نخليو هاد البصيله ديالنا حتى هي تشحر. هاكا تجي بنينه البنات وكتعجب الدراري، ما كيديو ما كيجيبو ان زعما السيجار فيه معمر بالخضره. انا وليداتي ما كيبغيو لياش القرعه، وملي كنديرها هكا كياكلوها كاع ما كيحسوش بيها. المهم البنات غادي نخلي هنايا البصله تطيح ليا واحد شويه، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نديرو فيها الفلفله. ها نتوما البنات راه البصله ديالنا هنايا نضيفو عليها الفلفله، نخليوها حتى هي تشحر البنات. حنا عندنا فراس الفلفله ديالنا طاحت، غنديرو القرعة، غنديرو خيزو، غنزيد عليهم شوية ديال الفلفلة حمرا. في الاخير البنات عاد نرش عليهم شويه ديال المعدنوس وصافي البنات، غنخليهم يتشحروا عاوتاني واحد شويه وصافي. ها هي البنات راها وجدت لينا دابا، غادي ندير فيها الزيتون مقطع، ندير فيها شويه ديال المعدنوس، وصافي غنطفي عليها. صافي غنخلطها هكا، غنضيفو البنات هنايا الرز ونخلطوهم مزيان،
وصافا البنات غادي نخليو الحشوه ديالنا حتى تبرد تماما، يعني تبرد، وعاد غندوزو باش نلويو ديك الصاع ديك السيجار ديالنا. ونوريكم واحد الطريقه ساهله للسيجار، كيجي ساهل ودغيا غتلويو ودغيا غتساليو في نفس الوقت. يلا البنات بلاتي وراجع معاكم. كيف ما كتشوفوا البنات راه الحشوه ديالنا ها هي راها بردت كيف ما كيبان لكم. كناخذوا البنات الورقه هنايا كيف ما قلت لكم، غنديروا السيجار غادي نطويها على جوج بحال هكا. وغادي نقسمها على جوج البنات، غنقطعها هكا على جوج يكون واضح لكم. هانتوما البنات راه قطعتها على جوج، غادي نولي نقطع هادي عاوتاني على جوج، هاد النص ديالها حتى هو على جوج، يعني وحده كتقطعوها على أربعة، فهمتوني البنات. غادي نحتفظ بهم البنات في بلاستيك غذائي. هناخدو البنات هاد المثلث هذا، كيبان ليكم بحال هكا. الا كنتو البنات غادي تدخلوهم الفران دهنوهم بالزبده كيف ما كتشوفوا، انا راه غندخلهم الفران راه غندهنهم بالزبده. كنتو ما غتدخلوهمش البنات الفران، غتقليوهم في الزيت بلا ما تدهنوهم بالزبده. ناخذ شويه من الحشوه بهذا الشكل بحال هكا، الطريقه سهله. كنحاول نديرو له هكا بحال هكا، كنشدو هاد الجنب البنات كنديرو له هكا، شدو هاد الجنب هذا وكنديرو له هكا بحال هكا وهكا، كندخل الحشوة وهاهي بهاد الشكل. هاهو السيكار ديالنا واجد. وهنايا البنات غادي نسدو هادي هاد الجنيب هذا، هذا راه خليط ديال الفورس دقيق والماء باش كنسدو بيه العجينه بحال هكا، باش منين تكون كطيب ما تحليناش بحال هكا البنات. كيجي غنولي نعاود معاكم وحده اخرى. ها انتم البنات بنفس الطريقه دهنوهم بالزبده الا كانوا غيدخلوا الفران بطبيعة الحال. ناخذ شويه من الحشوه الشكل بحال هكا، ونشدو هاد الجنب نديرو هنا، شدو الجنب الاخر نديرو هنا، شدو هذا نديرو بحال هكا، وغادي نلويو بحال هكا البنات. واهو نشدوه بنفس الطريقة هاهو البنات. غنستمر أنا هنايا في تنسالي كلشي ونرجع معاكم. كيف ما كتشوفوا البنات راني ساليت ديك السيجار ديالي كيف ما كيبان لكم، وخديت واحد طاسة غادي ندخلها للكونجيلاتور، يعني كندير ما بين كل طبقه وطبقه كندير بلاستيك غذائي. المهم انا غادي نحتفظ بهم في المجمد حتى نبغيهم، وديك الساعه البنات عاد غادي نجبدهم. وكي كيتجبدوا بلا ما تخليوهم يدي كونجولا وعاد تقليوهم ولا تدخلوهم الفران، غير تجبدوهم من الفريغو
ديريكت ديروهم يعني يتقلاو ولا يتحمروا في الفران. وصافي البنات، انا غنستمر هكا حتى نسالي هاد السيجار ديالي ونحتفظ به في المجمد. يلا البنات، بسلام عليكم، مع فيديو جاي ان شاء الله. نتمنى انه يعجبكم الفيديو ديال هاد النهار. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، تخليولي اقتراحاتكم، وشكرا لكم بزاف بزاف.